وبركاته، ازيك؟ عامل ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. ان شاء الله هنعمل مراجعة على المحاضرة الرابعة في البايو اللي هي بتتكلم عن الاكسيد والستريس. رب اشرح لي صدري ويسرني امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان شاء الله تكونوا كويسين ويكون كل حاجة كويسة يعني. طيب، اول حاجة بيقول ان الاكسيد والستريس والتعريف بتاعها مهم، يعني الدكتور اكد عليه ان هي condition of oxidative damage resulting from unfavorable balance between the free radicals generation والانتي اوكسيدنت. قلنا ان ده في زيادة في free radicals ومش بيقابلها ان الانتي اوكسيدنت بيقدر يعني ايه يتخلص منها، لا ده في نقص في الانتي اوكسيدنت، تمام؟ فده بيدخلي في حاجة اسمها oxidative stress، ودي حالة من اللي بيحصل فيها التيشو دامج وحاجات كتيرة قوي كده في الجسم. طيب، تاني حاجة تعريف الفري راديكالز، وبرضو دي حاجة مهمة الدكتور أكد عليها، ان هي دي مولكيول ذات كونتين انبيرد الكترون في الاوتر اوربت بتاعها. اتس جنرالي ريبريزنتد باي ذا سوبر، هي الدوت ده اللي احنا كنا شرحناه في المحاضرة. حتى الدوت دي معناها ان دي فري راديكالز. طيب، بريسنس اوف ان انبيرد الكترون ريزلت ان ذا راديكالز انستابل هايدروجن. وجود احنا قلنا ان هنا الذره بيبقى حواليها اوربتس. الفري راديكالز بتتميز ان هي اغلبها في اخر مستوى ليها بيبقى فيه انبيرد الكترون، يعني الكترون واحد بس كده، فهي دي بيدخلها في حاله ان هي بتكون انستابل وهايلي اكتف، عشان هي عايزه تستقر، عايزه تاخد الكترون، عايزه تدي الالكترون اللي معاها ده عشان تستقر. فدي بيقول ان هي ممكن تعمل دونيت او اكسبت الالكترون فروم اذر مولكيول ذير فور بينج اوكسيدنت او ريدكتنت. طيب، هي علشان تستقر يا اما هتاخد الكترون يا اما تكتسب الكترون، وده طبعا هيأثر لي على المولكيول اللي هي هتاخد منه، او يعني اما هتدي له اما تاخد منه هيأثر عليه، فممكن اصلا ده يتحول لفري راديكلز، والفري راديكال ده يروح يهاجم مولكيول تانية ستيبل فيحولها تاني فري راديكلز، وادخل بقى في ايه شين بروسس كده. طيب، عندنا free radicals تتقسم حاجتين، reactive oxygen species و reactive nitrogen species، حاجات فيها oxygen وحاجات فيها nitrogen. يعني عندنا اول واحد super oxide anion radicals، وكلمة anion دي مهمة عشان ممكن يجيبها لك مثلا كتاين، لا هي anion. طيب، عندنا هيدروكسيد راديكلز وعندنا البيروكسيد. قلنا الفرق بينها وبين السوبر اوكسيد ان السوبر اوكسيد رمزه في سالب بس، يعني هي ذره واحده بس، اللي هي دي ذره واحده بس فيها انستابل انبيرد الكترون. طب البيروكسيد لا، الذرتين فيهم انبيرد الكترون. الهيدروجين بيروكسيد يعني هو مش فيه راديكلز بمعنى الحرفي، انه مش فيه يعني الاوربت بتاعه عادي في بيرد الكترون، بس بيرياكت زي الفري راديكلز. طيب، عندنا النيتروجين سبيشال بقى نيتريك اوكسيد اللي هو ال NO والبيروكسي نيتريت راديكلز، تمام؟ طيب، عندنا الكاركتر بتاعت الفري راديكلز. طيب، هي اكستريم رياكتيفيتي هايلي رياكتيفيتي شورت لايف سبان، لان هي بتروح تهاجم واحده ثانيه خلاص تنتهي الحاجات دي كلها. طبعا جينيريشن النيو رياكتيف اوكسجين سبيشال بحاجه اسمها تشين رياكشن، يعني اوكسيدتيف ستريس دي الكونديشن اللي احنا بندخل فيها دي بتبقى عباره عن فريكوينت من ان فري راديكال تروح تهاجم فري راديكالز تانية وهكذا، ونقطر الفري راديكالز بقى في الجسم، تبقى حاجه اسمها سيلف ريبليكيتنج بروسيس. الاوكسيدتيف ستريس انديوز اكسسيف رياكتيف اوكسجين سبيشيز بسبب ان في سيلر تيشو دامج من الفري راديكال ده، فالتيشو دامج لما يعني السيل لما يحصل لها دامج بتطلع اصلا ايه رياكتيف اوكسجين سبيشيز، فنقطر بقى حوار الفري راديكالز، ويعني العمليه تبقى فيها يعني free radical تدي free radicals وهكذا. طيب، damage micromolecule act as develop into ماشي الملكيول اللي بتموت ده بتبقى زي يعني بتreact او بتdevelop into reactive oxygen species. طبعا بتdamage various tissue، free radical دي بتdamage التيشو بتاعنا يعني. طيب، generation free radical الدكتور اتقلت عليه مش مهمة، تمام، ومش هجيب فيها اسئلة، بس هي بيقول يعني ان هي جايه ازاي، بتبقى يا اما هي في جسمنا يعني هي تبقى بسبب الميتابوليك بروسيس اللي في جسمنا، او من اكسجين من اكسترنال سورسز. لو هي بسبب حاجات في الميتابوليك بروسيس فيها بتيجي بسبب انزيماتيك رياكشن او نون انزيماتيك رياكشن. انزيماتيك رياكشن ريسبيراتوري تشين بتطلع فيه راديكلز، فاجوسايتوزيس بيطلع فيه راديكلز علشان يعمل فاجوسايتوزيس يعني، وده يعني بيبقى ليه فيسيولوجيكال بينيفيكال للفري راديكلز يعني. البروستاجلاند سينثيز بيطلع فيه راديكلز، سيتوكروم بي 450 بيطلع فيه راديكلز. استنى بقى الامثله دي كلها، تمام. طيب، عندنا البينيفيكال افكتس الفري راديكلز حاجتين، اثناء الفاجوسايتوزس اللي هي المايكروفاج والنيتروفيل فاجوسايتك سيلز يعني، وهي بتعمل فاجوسايتوز بتطلع فري راديكلز عشان ديستروي الباثوجينيك مايكروبس، تمام. طيب، وده طبعا يعني ديفنس ميكانيزم جسمنا ضد اي ديزيز، فدي حاجه كويسه. طيب، الرياكتيف اوكسين سبيشيز بقى متموديوليت عمليه السيل بروفليشنز والابوبتوتيك وحته الريجريشن للسيل سايكل، يعني هي في خلايا عايزه تموت خلاص انا كده هموتها، في خلايا مثلا يعني ايه في البروفليشن بتاعتها محتاجه ان انا اموت خليه معينه عشان تيجي مثلا خليه ثانيه، فهي بتموديوليت الموضوع ده.
طيب تاني حاجة البيولوجيكال الحاجات اللي بتدمج يعني بالفري راديكالز الدي ان ايه والبروتين والليبيد. الدي ان ايه اكتر دي ان ايه معرض انه يدمج هو الميتوكوندريا دي ان ايه، عشان بيبقى الميتوكوندريا بيحصل فيها الريسبيراتوري تشين يعني، او الريسبيراتوري تشين هي دي اكتر حاجة بتطلع اكتر يعني سورس بيطلع الفري راديكالز. طيب وده طبعا كونسيدرد ميجر تارجت في الايدجنج والكانسر يعني ان لما يموت الدي ان ايه. تمام البروتين بقى بيحصل الفري راديكلز بتعمل اوكسيديشن للبروتين عن طريق 3 ويز. ممكن تعمل اوكسيديف موديفيكيشن في سبيسيفيك امينو اسيد فتطلع لي امينو اسيد جديد اصلا، او الفري راديكال دي تعمل بيبتايد كليفج يعني في هنا كده بيبتايد عليه بيبتايد كده ماسكه ببعضها، هي تروح ايه راحه كسره كليفج بينهم كده. طيب ممكن تعمل اصلا كروس لينكج بين بروتين يعني بروتين هو بروتين تعمل كروس لينكج بينهم يطلع لي بروتين تاني اصلا. طيب الحاجات دي كلها طبعا الجسم مش بيقدر يتعرف عليها او الجزء الميون سيستم بتاعي يعني، فبيطلع لها انتي بودي. لها بالنسبه لي حاجات غريبه، فالانتي بودي ده ممكن يحصل كروس رياكت مع النورمال تيشو، يروح يهاجم النورمال تيشو عندي يعمل كروس رياكشن يعني، وده يدخلني في اوتوميون ديزيز. تاني حاجه الليبت، الليبت بيحصل له بريكسيديشن بالفري راديكلز. تمام وانا هستدل ازاي ان حصل ليبت بريكسيديشن في جسمي. عمليه الليبت لما يحصل لها بريكسيديشن بتطلع حاجه، بتطلع الالديهيد، حاجه اسمها بالوناي داي الديهيد. ده لما الاقيه عالي جدا اعرف ان الجسم دخل في عمليه يعني في فري راديكلز كتير دخلتني في ليبت بريكسيديشن. المثال اللي عندنا هي حته ال LDL. قلنا ال LDL ده بيشيل الكوليسترول بعيد عن الليفر. تمام فلما الكوليسترول بيعلى قوي في الجسم، الجسم تلقائي بيخبي الريسبتور بتاعه، فلما يخبي الريسبتور بتاعه ال LDL هيفضل في السيركيليشن كتير وشايل الكوليسترول عادي، فيتعرض للفري راديكلز يعمل له هو لايبوردين، يعمل بقى للليبيد بريكسيديشن والبروتين اوكسيديشن، فيتحول لحاجه غريبه كده اسمها موديفايد ال دي ال او اوكسيدايز ال دي ال او ابنورمال ال دي ال. الحاجات دي كلها الريسبتور بتاعتي الطبيعيه مش بتتعرف عليه طبعا، بس بيتعرف عليه ريسبتور اسمها سكافنجر ريسبتور. سكافنجر ريسبتور ده بتبقى في المايكروفاج، فالمايكروفاج بتاخده وتاخد بقى الكوليسترول وتحطه تحت الاندوثيليوم، فدخلني بقى في اسيسكليروس بلاجز والحاجات دي كلها. طيب دي نفس العمليات يعني بس بصور. في رياضيك الانتي اوكسيدان بقى مهمه قوي برضو التعريف بتاعها. الانتي اوكسيدان دي مولكيول ستيبل انف تو دونيت الكترون للفري راديكلز عشان يحصل لها نيوترلايزيشن، هي بتقدر ان هي تدي الكترون للفري راديكلز عشان تعمل نيوترلايزيشن للفري راديكلز دي. وطبعا هي لما تدي الكترون مش هتحول فري راديكلز ولا حاجه، لا هي سبحان الله ربنا مهيئها لكده، هي عادي لو بتاخد منها الكترون او خدت الكترون هتفضل برضو عادي ستيبل. ذس ريديوسينج الكباسيتي بتاعت الدم، ده بيقلل طبعا اللي بيسببه الفري راديكلز. الانتي اوكسيدان دي بقى طبعا بتدلي او انهيبت السيلر دامج اللي بيسببها الفري راديكلز، تعتبر يعني يعني ده جهاز سكافندر سيستم لينا يعني، او لا فري راديكلز سكافندر سيستم ان هو بيهاجم الفري راديكلز انتي اوكسيدان يعني. عندنا حاجات انزيماتيك انتي اوكسيدانت و نون انزيماتيك. اول حاجه الانزيماتيك هي انزيمات بتشتغل على الفري راديكلز، يا اما تحولها لفري تحولها فري راديكلز ثانيه، ويجي شغل انزيمات ثانيه تحولها للمولكيول عادي او تحولها للمولكيول عادي على طول، زي مثلا السوبر اوكسايد ديزميديز. ممكن نجيب الصوره احسن يعني. طيب السوبر اوكسايد ديزميديز ده بيشتغل على السوبر اوكسايد بتحوله للهيدروكسايد بيركسيديز. طبعا ده فري راديكلز، فيجي يشتغل عليه مثلا البيركسيديز انزيم او الكاتاليز انزيم، يحوله لو هشتغل عليه بالكاتاليز هيحوله لميه اكسجين، لو هشتغل عليه بالبيركسيديز لو مش مكتوب هنا هيحوله لميه بس. وممكن بالجلوتاثيون برضو، الجلوتاثيون عارفين ان هو انتي اوكسيدنت واللي هو ريديوسنت ريديوسد جلوتاثيون، ده بيقدر ان هو يعني عادي يدونيت او يعني هو يدي الفري راديكلز اللي هي عايزاها ويحولها النون فري راديكلز. تمام وده طبعا بالانزيم اللي هو الجلوتاثيون بيركسيديز، بس هيحوله لي لاكسيدايز جلوتاثيون عشان الاكسيدايز ده يتحول تاني ريديوس عشان اشتغله كانتي اوكسيدنت تاني، محتاج ان انا ادي له بقى حاجه يعني الالكترون يرجع له تاني. الالكترون ده بيرجع له بالناد بي اتش بلس اتش بس بسبب انزيم يعني اللي هو الجلوتاثيون ريدكتيز. الجلوتاثيون ريدكتيز ده بياخد من الناد الالكترون بتاعها ويديها للاكسيدايز جلوتاثيون عشان يتحول ريديوس جلوتاثيون، وده اللي اقدر اشتغل عليه انتي اوكسيدنت يعني على الفري راديكلز. طيب الناس بقى اللي عندهم طب ماشي انا كنت بجيب الناد ده منين اصلا؟ من ال اتش ام بي شنت، ده احسن سورس بيديني الناد. طيب في ناس بقى عندهم اتش ام بي شنت مش شغاله عشان عندهم الجي 6 بي دي ديفيشنسي، عندهم جي 6 بي دي ديفيشنسي فما عندهمش اتش ام بي شنت مش شغاله، فبالتالي مفيش ناد بينتج، فبالتالي انا كل ما بستهلك الجلوتاثيون ريدكتيز دوت حول الاكسيدايز ما بعرفش ارجعه تاني ريديوز عشان مفيش ناد، فبيحصل بقى لايس الار بي سي بسبب الفري راديكلز كتير اللي في جسمي وكده. تمام دي الحته اهو، دي الثلاث انزيمات.
والكتاليز بيشتغل في حالة زيادة قوي الهيدروجين بيروكسيد يعني، تمام. ودي حتة البتاع دي. في بقى نون انزيماتيك زي فيتامين اي، فيتامين سي، يوريك اسيد، جلوسيون، كوينزيم كيو، كافيين، سيستاين، فيتامين اي، بيتا كاروتين، الحاجات دي كلها امثله على النون، على النون انزيماتيك انتي اوكسيدنت، تمام. طيب دي بقى عندنا شويه امراض كده بتسببها الفري راديكالز يعني، او الاكسيد ستريس لما بدخل فيها ممكن يدخلني في كانسر، دخلني في روماتويد ارثرايتس، ايدجنج، فيزز انتي اثيروسكليروز، الحته بتاعه ال دي ال، مايوكارديال انفراكشن، نفس ال دي ال لما يحصل كوروناري اثيروسكليروز، الجلوميرولونفرايتس، الاي ممكن يحصل فيها ريتينال دامج فيدخل في كاتاراكت، البرين بقى اللي هو الحاجات المهمه فيه يعني هعرفها دلوقتي، بس ممكن يدخلني في ايدجنج، باركنسونزمز، الزهايمر، ديمنشيا، الحاجات دي كلها، والامراض دي بقى الابليبسي، سكليروز، الحاجات دي كلها. طيب طيب انا عندي البرين هو اكتر سيستم معرض للفري راديكالز، ليه؟ لانه عنده زياده قوي في الفري راديكالز برودكشن، وعنده نقص في الانتي اوكسيدنت. طيب عنده ليه بقى فري راديكالز كتير؟ هو قلنا ان هو البرين بيستخدم 20% من الاكسجين، يعني هو من الطاقه بيستخدم 20% من طاقه الجسم يعني، وبيحتاج اكسجين ديماند كتير. فالاكسجين ديماند كتير ده هيدخلني في اوكسيدايز ميتابوليزم، يعني انا هعمل ميتابوليزم كتير بمساعده الاكسجين ده. وده طبعا قلنا ان الاكسجين هو مش هو ذات نفسه مش فري راديكلز، بس لما بيدخل تفاعلات بيتحول لحاجات فري راديكلز زي البيروكسيد والسوبر اوكسيد وكده، تمام. فبيطلع لي فري راديكلز كتير. طبعا عندي حاجه اسمها المايكروجليا، دي بتبقى دي اللي هي المايكروفاج بتاعه البرين يعني، طبعا بتعمل فاجوسايتوزس، فاجوسايتوزس اصلا بيطلع فيه راديكلز، تمام. طيب عندنا بقى حاجه اسمها امين اسيد نيرو ترانسميتر، الدوبامين، الميتابوليزم بيطلع الميتابوليزم بتاع الدوبامين يعني بيطلع لي ميتوكوندريا هيدروجين بيروكسيد عن طريق الماء، ما بوجه بكسر يعني الدوبامين بيطلع لي فري راديكلز. طيب كمان حته الكالسيوم، عشان الكالسيوم بستخدمه عشان يطلع لي النيو ترانسميتر من الفيزيكلز، عمليه الكالسيوم دي يعني كتر الكالسيوم يعني بيستيموليت تصنيع ال NO، وكمان بيطلع لي الهيدروجين بيروكسيد. طيب زياده الجلوتامين ابتيك بالنمضه، فده طبعا بيخلي فيه ايه اكسايت اكسايتو توكسيسيتي، اللي هو ايه زياده، انا في زياده جلوتامين يعني جلوتاميت النمضه بتعمل ابتيك كتير، فبالتالي انا عايز اخرجه كتير، فبضطر ان انا ازود الكالسيوم علشان يعني الكالسيوم كل شويه يدخل عشان يخرج جلوتاميت يعني. فطبعا الكالسيوم بيطلع لي هيدروجين بيروكسيد ويصنع لي NO. الحتتين دول مش مهمين قوي، بس حته يعني الدوبامين، يعني الدوبامين لما بيرياكت مع الاكسجين بيديني حاجه اسمها دوبامين سيمي كوينون ده، تمام. والدوبامين سيمي كوينون ده ممكن يرياكت تاني مع وحده اكسجين تانية فيديني السوبر اوكسايد، وحاجه اسمها دوبامين كوينين. يعني الخلاصه يعني الدوبامين لما بيفضل يتفاعل مع الاكسجين كتير يعني بيديني شويه مواد كده، وفي الاخر بيديني فري راديكلز. طيب حته بقى التصنيع ال NO كده برضو مش مهمه، بس يعني خلاصتها انه اثناء تصنيع ال NO بيطلع برضو فري راديكلز لما بيتفاعل مع الاكسجين او يتفاعل مع الاوكسيدايز ناد. الحتتين دول الدكتور قالت عليهم مش مهمين يعني. طيب عندنا بقى الانتي اوكسيدنت ديفنس قليله في البرين، ليه؟ هو اصلا عنده لو كاتاليز عن الليفر 50 مره، يعني هو الكاتاليز قليل عنده 50 مرة عن الليفر، الليفر زايد عنده كتير قوي في الكاتاليز يعني. هو انا جيت قارنت بين الليفر وبين البرين، لقيت ان الليفل بتاع الكاتاليز قليل قوي في البرين 50 مرة عن الليفر. طيب لقيت ان كمان الجلوتسين قليل جدا برضو في البرين، لقيت ان اصلا في شويه انتي اوكسيدنت او في انتي اوكسيدنت مش بتعدي البلوك برين باري، فبالتالي مفيش انتي اوكسيدنت هيدخل للبرين، فيا دوبك بس اللي عندك هيكفيك، واللي عندي كمان اصلا قليل. وكمان هعرف ان الفيتامين اي مهم قوي في ان هو بيفضل يعمل انهيبيشن للاكسيديشن بتاع البولي انساتيريد فاتي اسيد عندنا في البرين كده. البرين طبعا مصنوع من في ليبيد، فهو عنده بولي انساتيريد فاتي اسيد كتير، لو حصل له اكسيديشن خلاص الممبرين بتاعي يتكسر ويحصل دامج في السيل بتاعه البرين. فالفيتامين اي بيفضل كل شويه يعمل انهيبيشن للاكسيديشن بتاعت البولي انساتيريد فاتي اسيد، ودول اكتر اتنين يعني بيشتغل عليه. طيب ممكن الفيتامين اي كمان بستهلكه في البرين بايه؟ بستهلكه في عمليه الداون ريجوليشن للبرو انفلاماتوري جينز. انا عندي في جينات كده بتطلع لي انفلاماتوري ميديتور زي السيتوكسين والحاجات دي كلها، الفيتامين اي بيروح يعمل لها داون ريجوليشن عشان ما يطلعش يعني انفلاماتوري سيلز كتير. فالحاجات دي كلها بتخلي ان انا الفيتامين اي اللي عندي بستهلكه ويعني هو كانتي اوكسيدنت بيقل في البرين، تمام. طيب عندي بقى علاقه بين الدايمنشيا وبين الفيتامين اي اصلا، يعني ايه الدايمنشيا بتيجي بسبب الحاجات دي كلها، يعني لو ما فيش فيتامين اي يعمل الحاجات دي كلها ما هدخل في دايمنشيا.
هي في عملية علاقة عكسية بينهم، لو في فيتامين اي كتير اكيد انا مش هدخل في دايمنشيا والامباير بتاعها يقل، لو في دايمنشيا ده معناه ان هو في نقص في الفيتامين اي. وكمان ممكن الناس عندهم دايمنشيا بالتريتمنت بديهم فيتامين اي. طيب حته الليبيد، برين ليبيد، طبعا البرين عنده ليبيد كونتنت كتير، يعني الدكتوره بس قالت نعرف الحاجات اللي بالاحمر اللي هو البرين فيه فوسفو ليبيد كتير وفي انساتوريتد ليبيد كتير. تمام، بس الحمد لله هدانا هذا، وكنا لو هدانا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.